هذا هو حال الإقامة الجامعية بن دحمان بشير بولاية ورقلة، حيث بدأت عملية استقبال الطلبة المقيمين والشروع في إتمام الإجراءات الإدارية وتسليم مفاتيح الغرف. مديرية الخدمات الجامعية ورقلة وعلى غرار باقي مديريات الخدمات والوطن على قدم الوساق لإنجاح هذا الدخول الجامعي. مديرية الخدمات الورقلة استقبلت حوالي 3665 طالب جديد بعنوان السنة الجامعية 2024-2025 موزعين بين الإناث والذكور. بخصوص الإيواء، هناك عجز طفيف في الإقامات الجامعية خاصة الذكور يقدر بحوالي 8 أو 9% من هذا العجز، تم تداركه بإضافة وضعية ثالثة على مستوى الغرف. بينما الإقامات تاع الإناث هناك أريحية تامة، حيث تم كما يلاحظ الجميع استقبال جميع الطلبة والطالبات وجميع معالجة كل طلباتهم على مستوى الأرضية الرقمية، وتم تحويلهم إلى كل إقامات التي كانت من اختياراتهم. مديرية الخدمات الجامعية من جهتها وفرت جميع الظروف من أجل ضمان دخول مريح للطلبة. احنا يلا هنا في الصحراء كما الطالب لازم عليه يوفروا له يجيب كلش مسكين تاعو كل شيء. ورقلة الجامعات مخسرين عليها بيجي كبير، علاش ما تتبناش يديروا لي نورم تاع الكليماتيزاسيون سنترال باغ اكزومبل. كان استقبال مليح، سقسونا في كل شيء، سقسونا من اي حاجه اللي نحتاجوها كان يسقسونا فيها. احنا في الصحراء عندنا دائما هذا النقائص تاع الحراره ودائما ما عندناش. ان شاء الله برك يعتنوا من هذا الكوتي تاع الحراره والكوتي تاع الاكل ويحسنوا من جوده الاكل ان شاء الله يا ربي. توفير الظروف الملائمه للطلبه وتحسين معيشتهم داخل الاقامات الجامعيه امر مهم للغايه، كون الولاية تعرف ظروفاً مناخية صعبة.